حل اختبار علوم للصف الأول الإعدادي لعام 2015-2016. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. الرابطة: نقط تنشأ نتيجة التجاذب الكهربي بين أيون موجب وأيون سالب. الرابطة الأيونية: المستوى الخارجي لأيون الكلور يحتوي على نقط إلكترون، يحتوي على 8 إلكترون. الصيغة الكيميائية لكربونات الصوديوم هي نقط، هي Na2CO3. قوة جذب الأرض للجسم هي الوزن، عبارة عن كتل من الصخور والثلج والغازات المتجمدة تدور حول الشمس هي المذنبات. ما النتائج المترتبة على اختراق نيزك الغلاف الجوي للأرض؟ يحترق سطحه الخارجي فقط، وما يتبقى دون احتراق يسقط على سطح الأرض. السؤال الثاني: 1- احسب وزن جسم كتلته 20 كيلو جرام. إذا علمت أن عجلة الجاذبية الأرضية 9.8 متر لكل ثانية، وزن الجسم هيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية هيساوي 20 × 9.8 هيساوي 196 نيوتن. علل: الأحماض تحمر صبغة عباد الشمس بينما القلويات تزرق صبغة عباد الشمس، لأن الأحماض تعطي عند تفككها في الماء أيونات الهيدروجين الموجبة، بخلاف القلويات تعطي أيونات الهيدروكسيد السالبة. السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية: ذرة اكتسبت إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. ذرة الأيون السالب: مجموعة من الذرات لعناصر مختلفة مربوطة مع بعضها تسلب الذرة الواحدة في التفاعل الكيميائي، دي المجموعة الذرية. الوحدات العظمى التي يتكون منها الكون هي المجرة. بما تفسر النيتروجين ثلاثي التكافؤ؟ لأن مستوى الطاقة الأخير يحتوي على 3 إلكترون.